أنا أهلا بكم. ما مصير بيرسيتاو بعد رحيل موسيماني عن تدريب النادي الأهلي؟ متابعينا أهلا بكم مرة تانية في قناة هنا سبورت. قبل ما نبدأ الفيديو ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ونستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. تكهنت بعض التقارير الصحفية المصرية أو جنوب أفريقية برحيل بيرسي تاو عن النادي الأهلي بعد رحيل مواطنه المدرب بيتسو موسيماني، ولكن ردت وكيلة أعمال اللاعب الجنوب أفريقي النهاردة في صحيفة جنوب أفريقية وقالت أنه نو كومنت أو لا تعليق. بيرسيتاو يرتبط بعقد مع النادي الأهلي، وكان بيرسيتاو انضم للنادي الأهلي العام الماضي قادما من برايتون الإنجليزي ولمدة 4 سنوات، ومرت سنة من عقده ولساله 3 سنوات مع النادي الأهلي. فهل يرحل بيرسيتاو عن النادي الأهلي بعد رحيل موسيماني عن تدريب الفريق الأحمر، أم يستمر اللاعب الجنوب أفريقي بين صفوف المارد الأحمر؟ الأيام الجاية هتكشف كل حاجة، أو بعد السيزون ده ما يخلص هنعرف ما مصير بيرسيتاو ولويس ميكيسوني. كنت معاكم حياة رمضان، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.